واحد كان جالس في القهوة وهو يتم جاي عنده صاحبه وقال لي يا صاحبي راك بنتي ليا هاد اليومين مقلق ومهموم وغير كتفكر ياك لاباس غير سكوتي يا صاحبي راني دابست انا والمرأة وقررات ما تهدرش معايا شهر. رد عليه الاخر ومالك صاحبي علاش مقلق راه مزيانة هادي. رد عليه العفيرت الاخر الا يا صاحبي راني مقلق على الشهر قريب يسالي. وحدة قالت لصاحبتها راجلي راه سافر لألمانيا باش يتعالج مسكين من المرض ولكن واخا الألمانيات زوينات كل ساعة كيقول لي صيفط لي تصويرتك ما عرفتش علاش. ردات عليها العفريتة ديال صاحبتها ويلي ما عرفتيش علاش انا نقول لك علاش راه كيبغي يوريهم سبب المرض. هذا نعم سيدي واحد منين ناض من النعاس مشى عند خوه كيجري وقال ليه واخويا راني حلمت مسمار تخليه في رجلي. رد عليه داك المكلخ ديال خوه تستاهل علاش نتايا غادي تنعس بالحفا علاش ما لبستيش صندالتك قبل ما تنعس. هذا نعم سيدي